وزاره الزراعه منعت البتلو، قرار اتخذ ان بعدم ذبح البتلو. احنا دلوقتي بنقول انت عايز تمنع البتلو، طب في كام مليون بياكلوا عيش من البتلو دوت؟ الناس اللي بتذبح واللي بيبيع واللي بيبيع الكرشه لما اعزه، كل دوت بياكل عيش من البتلو. انت عاوز توفر الثروه الحيوانيه، وفر العلف، وممكن نيجي كل سنه نمنع ذبح اللحمه شهر. يعني ممكن نمنع اللحمه، نوقف عدم ذبح البتلو شهر او شهرين، يبقى معروفين محددين كل سنه نمنع فيهم الذبح كده. انما طب الناس اللي الالوفات اللي بتاكل عيش دي هتاكل عيش منين؟ هتقول لي هيشتغل في الكندوز، طب ما اللحم الكندوز غالي. اللحم دلوقتي الكندوز بينا نوزن دلوقتي ب 50 جنيه 51 جنيه زاد، في زياده في الكندوز. بتلو اتمنع وما عادش في دخل لينا احنا ولا بتوع البتلو، والكندوز غالي عشان نشتغل فيه. هو واقف على الناس طبعا الشغاله اللي بتشتغل فيه، وكان ناس مرضى بتاكله. هو كان يعني بالنسبه انت عاوز تمنع شيء مثلا بيبقى ليه حلول بداله. فهنا بيذبحوا النوت وبيذبحوا من تحت الترابيزه، ما بيذبحوش في السلخات. ما فيش رقابه على اللحوم المجمده اصلا، والمظلوم في الشغله دي الجزار بتاع البلدي. اللي مظلوم في الشغله دي كلها الجزار بتاع البلدي، ان كان تاجر العلف واكله وان كان تاجر المواشي واكله. الحكومه بتاعت البراسيل تعلن ان اللحمه اللي بتصدرها لمصر لحمه فاسده، وحبسوا المسؤولين هناك، ويجي هنا يقول لك لا دي اللحمه اللي احنا مستلمينها كويسه وما فيهاش اي حاجه، يبقى ازاي يجي الكلام ده؟ قلت لحمه لا مؤاخذه حمير حمير حمير, 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 حمير. عرفت وهم بيشيلوا العظم، لان انا من الوراء ومن الجزارين، فانا ببص للعظمه دي غير العظمه لا مؤاخذه اللي هي بتاع البهيمه. احنا مش عارفين ناكل لحمه ايه، لحمه حمير ولا لحمه كلاب ولا لحمه ايه بالظبط، جايه منين، مقصرها منين، مش عارفين برضو. واحد بقى يخاف يشتري اي حاجه بصراحه ربنا من اللي احنا شايفينه، كل الحاجات بقت مضروبه خلاص خالص، ما بقاش في حاجه كويسه. الرقابه مش كافيه، وبعدين اللحمه لما غليت ما بقتش تتباع زي العاده، يعني ده مش العادي، ده مش الشغل العادي زي ما انت شايف الشارع كده، ده شارع الجزارين الرئيسي، ده قفل. السنه اللي فاتت اللحم كان ب 40 جنيه عندنا هنا، عشان المستورد اللي بيجيبوه ما حدش عارف ايه مصدره، رفع بقى وصل 70 جنيه. روح التاجر عشان اشتري منه اللحم البلدي ده ما اعرفش اجيبه، وصل 80 جنيه و70 جنيه و75 جنيه. احنا النهارده بنبيعه ب 70 جنيه بثمن المستورد عشان يتباع. انا عمري ما اشتري اللحمه الا من الجزار، ما باخدش لحمه من المغمده دي، ولا بروح عندها ولا باكلها، ما اعرفهاش.